وقصد الهدف منها هو تعطيل هذا المسار، وبعد ذلك سيتأكد أن ما كنا يوما ما نقول بأنه نعم. إيديولوجي، اليوم أتأكد أنه غير إيديولوجي، ولكن مرتبط بقدرة ورغبة وإرادة الحكومات المتتالية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية في العلاقة مع الجزائر. هذا نقاش طويل، لأن الحكومات اليوم هي عبارة عن مزيج ما بين ليبرالي وحداثي وقل ما تشاء وتقدمي ويساري، حتى في علاقتها مع الأمازيغية تتحد في الموقف العادة. عادة أنا أكيد يعني مصطلحاتك تحتاج لوقفات تأمل. أكيد تتفق معها فيما يقول حول أحكام القيمة التي تطلق على عدم تنزيل الأمازيغية، التي هي ربما يعني محط شيناء ما بينها، محط نضال، وربما نستذكر يعني ميثاق أكادير حول اللغة والثقافة الأمازيغية الذي يعود بنا إلى 1991. من هناك بدأت انطلاقة من أجل الدفاع عن جزء أساسي ورئيسي في الهوية المغربية. ما توحي الأمور به هو أن الإرادة السياسية حاضرة. خطاب أجدير كان قاعدة انطلاق، وكلام الملكي يعني واضح، الأمم والحضارات لا تتقوى إلا ببنيتها الحقيقية والرئيسية ومكوناتها، والانغلاق عدم الانغلاق، ولكن عدم تسييس أيضا هذه المطال. يعني الأمازيغية ملك لكل المغاربة وليست ملك للأمازيغي فقط. نعم. كجزء من النسيج المجتمعي المغربي، ما بين المصطلحات القاسية وما بين القاسية، ولكن قاسية أعتقد أنها قاسية لا. ما قلته خطير، غياب تقريبا غياب نية، وأيضا تباين في المواقف والمرجعيات يؤدي إلى أنا قلت لك ربما كسل، أنت قلت لا، الأمور تفوق الكسل إلى وكأنها متعمدة. هو يجب على الإقرار بأن هذا الملف يعني ليس بملف سهل، يعني إقرار التعدد اللغوي والثقافي في المغرب يعني كان مسألة للمغرب عنده جرأة كبيرة باش أنه يقتحم هذا الموضوع، لأنه الأمم الكبرى لم يعني تتمكن من إنصاف يعني سواء الأقليات ولا الأغلبيات داخل مواطنها. بالتالي هذا يعني إنصاف يعني المكون الأمازيغي في المغرب جاء في ظل صيرورة التي أراها يعني صيرورة يعني عادية، وأخذت مسارا يعني بتقدم يعني لا نقوله بروغريسيف، لأنه نتكلم عن ستينيات القرن الماضي، أصبحت الحركة الجمعوية الأمازيغية تناضل من أجل الاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية. تسعينات القرن الماضي الملك المرحوم الحسن الثاني خطاب 94 حين دعا إلى أن تكون على الأقل في التعليم الأولي، في التعليم الأولي. نعم. وبالتالي إدماج الأمازيغية في الإعلام العمومي عبر رسالة اللهجات. 2001 الخطاب التاريخي ديال أجدير اللي كان خطاب يعني قوي جدا وجري، على أساس أننا كنعترفوا بالهوية الأمازيغية ديال المغرب يعني بحضور جميع الأطياف السياسية. بعد ذلك اسمح لي نقاطعك، ما أنك تطرقت مرة أخرى لخطاب أجدير، وبالفعل قد يكون فيه إجابات شافية للسي عبد الله على أن رأس هرم الدولة لديه إرادة حقيقية من أجل أن يكون هناك هذا التنوع الثقافي مصدر إثراء وقوة للمملكة المغربية وليس مصدر إضعاف. نعود مشاهدينا الكرام إلى 2001 تحديدا، 17 من أكتوبر، وكانت هناك يعني كان هناك خطاب ملكي واضح، وفيه تم الإعلان عن إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكلمات ورسائل قوية جدا تؤكد ثراء هذه المملكة وأيضا مكوناتها الثقافية واللغوية، ومن بينها أكيد الأمازيغية. نتابع. متشبثين بمقدساتهم ووحدة وطنهم ومقاومتهم لكل غزو أجنبي أو محاولة للتفرقة، ولأن الأمازيغية مكون أساسي للثقافة المغربية وتراث ثقافي زاخر شاهد على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربية، فإننا نولي النهوض بها عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي القائم على تأكيد الاعتبار للشخصية الوطنية ورموزها اللغوية والثقافية والحضارية. إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية، كما أن عليها من تلك الجذور أن تتفتح وترفض الانغلاق من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أي حضارة.
تطور شرط بقائي وازدهاري أي حضارة. فقط يعني لكي نستكمل ما قلته وتواصل حديثك. نعم. النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية. هي مسؤولية وطنية منذ خطاب أجدير ديال 2001. لماذا؟ لأن جميع يعني الأطياف السياسية في المغرب معنية، جميع المؤسسات معنية، جميع يعني من يبلورون السياسات العمومية معنيون آنذاك. بالتالي إحداث المعهد الملكي آنذاك كان بمثابة يعني تنزيل مؤسساتي، تنزيل مؤسساتي، تدبير مؤسساتي من أجل تفعيل يعني الطابع، تفعيل الأمازيغية، يعني كيف يمكن للأمازيغية أن تكون لها مكانة داخل يعني المؤسسات العمومية، داخل السياسات العمومية. بالتالي منذ إحداث المعهد الملكي الثقافي الأمازيغي إلى يومنا هذا يعني أعطى دفعة قوية للاعتراف الهوياتي باللغة والثقافة الأمازيغية، وكذلك كيف سيتم يعني إرساؤها كلغة وأن تقف على رجليها. لماذا؟ لأنه آنذاك ليست لدينا جميع يعني الأسس القوية للنهوض بهذه الثقافة. ولكن ما قاله السي عبد الله اليوم قد يسائلكم في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. أكيد. وفيها يعني أقتبس من خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس حين قال: وفي هذا السياق فإن قيام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالمهام المنوطة به في الحفاظ على الأمازيغية والنهوض بها وتعزيز مكانتها في المجال التربوي والاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني من شأنه أن يعطيها دفعة جديدة كتراث وطني يعد مبعث اعتزاز لكل المغاربة. هنا مؤسسة قائمة الذات منذ 2001 وتمثلات حضور الأمازيغية لابد أن يكون في مجالات متعددة، منها ما هو اجتماعي وتربوي وثقافي وحتى إعلامي. نعم. فأين وصلت هذه المجهودات لتجعل الساسة يسرعون في زمنهم التشريعي والتنظيمي لترسيم فعلي للأمازيغية؟ ما تم تحقيقه اليوم في مجال يعني النهوض بالثقافة واللغة الأمازيغية على مستوى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ليس بشيء سهل، لأنه مجموعة من الدراسات ومجموعة يعني من المكونات التي ستساهم في بلورة سياسات عمومية تم الحسم فيها. لماذا؟ على مستوى اللغة مثلا تم يعني تمت هناك بحوث ودراسات التي أسست للغات متكاملة، وأصبحنا اليوم عندنا لغة للمدرسة، لغة للإعلام، لغة لتقتحم جميع مناحي الحياة العامة، يعني لغة مهيئة قادرة أن تكون على مستوى اللغات الأخرى. يعني لم نعد نتكلم عن لغة يعني شفهية، ولكن نتكلم أيضا عن لغة قائمة الذات بقواعدها وجميع يعني ريسيبور التي يمكن أن تساهم في يعني رقي هذه اللغة. بالإضافة إلى ذلك هنالك مجموعة من المسائل التي تم الحسم فيها، مثلا حرف تيفيناغ في 2004 بعد يعني الإقرار الرسمي من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم الاعتراف الرسمي بحرف تيفيناغ كحرف رسمي للكتابة باللغة الأمازيغية. تلته مجموعة من التدابير سنعود لها. لازلنا نريد أن نغوص في غمار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لنتعرف أيضا لما لا على المشاريع المستقبلية. يقال بناء على أبحاث وحتى كلمات وكتب ومؤلفات لمفكرين كبار ممن ارتبطوا باللغات ولكن أيضا بالسياسة أن اللغة جسر عبور لنيل الحقوق. أكيد. قد تكون انطلاقة لنيل الحقوق. اليوم حين المملكة المغربية ترسم اللغة الأمازيغية، دعنا من التنزيل والتطبيق الفعلي الذي أخذ وقتا، ولكن فقط حضور تلك الإرادة وتطبيقها على مستويات عدة، وأن يكون لديك مثلا قناة أمازيغية وإذا عاد تتحدث اللغة الأمازيغية وصحف ومؤلفات إلى غير ذلك وأبحاث ومعاهد متخصصة، أمور وعيد وطني أيضا وعطلة مؤدى عنها، أمور صدقني في محيطنا الذي فيه أمازيغ لم يصلوا ولو إلى جزء يسير منه خوفا من أن يتم الاعتراف فيؤدي إلى أمور أخرى، يعني غياب حتى للثقة مع مكونات الهوية لتلك الدولة الوطنية. ألا يمكن أن نقدر ذلك في مملكتنا؟ فقط يجب التمييز بين مستويي النقاش. المستوى الأول على مستوى ترصيد ما
ورسمالات المكتسبات. نعم. هذا اليوم يمكن نكرانه بحكم أن المسار الذي قطعته الأمازيغية في العقود الأخيرة جد متقدم على ما كان عليه. صحيح. ولكن دون مستوى انتظار طلعتنا كمجتمع مدني. يعني المجتمع المدني نعرف دائما في علاقته مع تقييم السياسات العمومية يكون دائما مبني على قراءة هي علمية إضافة إلى أن كنكون بناء على تعقدات. مثلا عندما نتحدث عن تقييم مؤسسة المعاد أو على تقييم مدى التزام الحكومات المتتالية بتفعيل الدستور، يعني احترام الدستور نعرف جيدا أن موقع الدستور فهو مهم جدا على مستوى الدولة، وبالتالي كل التزام دستوري يجب على كل المؤسسات بدون استثناء أن تسهر على تطبيقه وبحذافيره. أكيد دورنا كمجتمع مدني ما هو؟ هو القدرة على المتابعة والتقييم، وهي من بين الأدوار التي رسخها دستور 2011 بالنسبة للمجتمع المدني، أي خول أدوار جديدة للمجتمع المدني، ديمقراطية تشاركية في إطار ديمقراطية تشاركية، في إطار تتبع وتقييم السياسات العمومية إلى غير ذلك. نحن في المجتمع المدني قمنا بتطوير أدوات اشتغال، من بين ما قمنا به هي أن تفادينا أو تجنبنا نوعا ما تلك الطرق التقليدية في الاشتغال، وهي أن نقوم بإصدار بيانات جوفاء أو شيء من هذا القبيل اللي فيها كما كنقول كطلع لبرا ولا شي حاجة بحال هكا. نو، دائما كنا في ظل مواكبتنا لكل أوراش التي لها علاقة بالأمازيغية، ليس فقط في عهد الملك محمد السادس ولكن منذ نشأة الجمعية ديال الأصدقاء الأمازيغ وحتى في الجمعيات التي كنا نشتغل فيها سلفا، دائما كنا نطور منهجية تتبع تقييم سياسة العموم بناء على معايير لا هي دقيقة. وهنا عندما نقول بأن هناك غياب إرادة على مستوى الالتزام والتفعيل، لدينا معطيات دلال وبراهين وتقارير في هذا الاتجاه. اسمح لي سي عبد الله بعد انقطعك لأن وقت الجزء الأول من البرنامج قد انتهى، وددت لو انتهينا بعبارات تفاؤل، ولكن أكيد دائما احنا متفائلين، ولكن وتثمين ما تحقق من مكتسبات، ولكن حسك النقدي والمجتمع المدني مدستر ولديكم تلك الحقوق، وهذا أكيد لا مانع فيه، بالعكس بالنظر إلى أنفسنا نعرف أين نقف وإلى أين المسير، وهذا أمر جد إيجابي. شكرا لك عبد الله بدر، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغي من أجل المواطنة. الشكر موصول لك أيضا أستاذ أبو زيد الحسين، وأنت باحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بعجالة انتهى جزء